كتير. هاي روح بقول بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عبد الله بن جده مدير توزيع عنابة، يشرفني ان اتقدم بهذه الحوصله فيما يخص الدخول الاجتماعي واللي تعطيه الشركه صنع الغاز اهتمام كبير، وحقيقه يبدا التحضير له قبل الدخول يعني بثلاثه او اربعه اشهر مواكبه ومرافقه للمشاريع الجديده حتى نكون ان شاء الله في الموعد. من بين خلال السنوات الفارطة أنه شركة سوناغاز تبدأ في الأشغال بمجرد الموافقة على كشوفها دون تسديد يعني المباشر للأشغال. فبالنسبة للبرنامج هذه السنة كان برنامج مس الأطوار الثلاثة، كانت هناك ثمانية مشاريع يعني ثانوية ومتوسطتين وخمسة مدارس ابتدائية، مرافقة لمديرية التجهيز، رغم انه التدخل تاعنا عموما يكون بعد نهايه الاشغال وفي المرحله الاخيره من الاشغال، لكن نكون دائما في الموعد. وكانت كل هذه المؤسسات مربوطه في الوقت قبل الدخول يعني الاجتماعي بحوالي 10 ايام كامل، كانت موضوع حيز الخدمه وكان التشغيل تاعها كحوصله لل كونسيستونس فيزيك يعني الطول تاع الشبكه وحجمها، لانه مست قطب مهم بالنسبه عمراني مهم تاع عين جباره، وكذا المدينه الجديده درع الريش اللي سجلنا فيها ثانويه ومتوسطه واثنين من المدارس، وكذا بالنسبه للقطب العمراني عين جباره متوسطه وثلاثه ابتدائيات اضافه الى متوسطه على مستوى بوخضره ثلاثه واللي كانت فيها طول يعني شبكه بالنسبه للكهرباء ما يزيد على 3.2 كيلومتر وكيلومتر فاصل 17 بالنسبه للشبكه الغازيه، بمبلغ اجمالي بين الغاز والطبيعي حوالي 24 مليون اي مليارين و400 مليون سنتيم جزائري. والحمد لله يعني الدخول الاجتماعي كان في ظروف حسنه تحت التموين بالكهرباء والغاز، وان شاء الله يعود على ابنائنا بالنجاح ان شاء الله والتفوق اللي سجلناه في 2013.